بتاريخ يمتد إلى آلاف السنين، يعكس المطبخ العراقي ميراثاً ثقافياً أصيلاً وغنياً. تعرفوا في حلقة اليوم على أبرز الأطباق على المائدة العراقية. المسكوف، طبق من الأسماك المشوية ببطء، وهي من أشهر الأطباق العراقية لأن الطريقة العراقية لشويها مختلفة، بأن يوضع السمك بشكل جانبي ويطبخ في النيران ويدخن من الجانب. بمجرد الانتهاء تسكب كمية كبيرة من بهارات السماق اللذيذة وبذور الرمان الطازجة والليمون على الوجه. لحم خروف مشوي وينضج على مهل، حيث يستغرق ما يقرب من يوم كامل لإبطاء الشوي، ويتم حشو لحم الضأن بالأرز المعطر والمتبل والخضروات والمكسرات. النتيجة شهية جداً. التشريب، يتكون الطبق من طبقة من الخبز العراقي السميك موضوعة في قاع الطبق، ومرق الدجاج الذي يسكب فوقه لينقع الخبز، ويتم خلط اللحوم والخضروات مع المرق. الباجة الموصلية، مجموعة أكلات متعددة في طبق واحد، فهي تجمع بين فتة الكوارع المصرية والممبار التركي والتشريب العراقي في طبق واحد فريد. تتكون الباجة من رأس الغنم والبقر وأقدامه والأمعاء المحشية بالأرز والتوابل لتقدم مع المرق والخبز. سميت الدليمة نسبة إلى قبيلة الدليم التي سكنت غرب العراق، ومنهم عرفت التسمية وشاعت الأكلة في عموم العراق. يصنع بطريقة تجعل حبات اللحم المفروم أكبر حجماً وأكثر دسماً، ما يجعل الكباب الأربيلي ذا مذاق فريد وهشاشة لن تجدها في مكان آخر، وتحتاج إلى نار عالية وسريعة لأن نسبة الدهون في الكباب عالية، ما يجعله يحتاج إلى نار سريعة تمنع اللحم من التساقط وتحافظ على قوامه. تشتهر مدن عراقية عديدة بأكلة الدولمة، ولكل منها لمسة خاصة في صناعتها. رغم الحفاظ على الفكرة العامة، فتجد الدولمة الكاروكية أو ما تسمى تركمانية، والدولمة الكردية والموصلية والبغدادية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.